فتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الأحد الماضي أبوابها مجددا لاستقبال المصلين وعودة الصلوات الكنسية، وذلك بعد أن قرر قداسة البابا طوادروس الثاني استئناف القداسات الإلهية مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. نتابع. منذ شهور لم تدق الكنائس أجراسها ولم تنعقد اجتماعاتها بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن عادت الكنائس لتفتح أبوابها بشكل حذر على أمل عودة الصلوات بشكل كامل في المستقبل القريب، حيث استقبلت صباح يوم الأحد الماضي الكنائس المصليين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لقرار قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بفتح الكنائس واستئناف إقامة القداسات الإلهية مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. قداسة البابا بيتابع النشرة بتاعت الصحة العالمية والحاجات دي يعني، فهو كان مانع الصلوات يعني خلال الشهرين اللي فاتوا، وبعدين لما رجع طبعا في قال لك حاجات الاحترازية زي ما شفتوا كده، كان كل دكة عليها واحدة يعني، ويبقى فيه لابسين الكمامات زي ما انت شايف كده، وبيبقى مفيش تقارب يعني ولا حاجة، ومفيش اجتماعات برضو عشان خاطر ايه، بحيث ان احنا نحافظ على الايه، على ارواح الناس كلها يعني، على مصر بصفة عامة يعني. لان هو طبعا اي واحد في اي حتة ممكن ايه يعني ناس كثيرة. اكيد طبعا اكيد كلنا فرحانين، وقداسة البابا لما قال يعني القداسات ترجع وكده كلنا فرحنا، دي خطوة جميلة جدا، وكلنا زي ما حضرتك شايف واخدين الاجراءات الاحترازية وتباعد وكل حاجة يعني. فرحة كبيرة أعرب عنها المصليين بعودة فتح الكنائس واستئناف القداسات والصلوات الكنسية، متضرعين أثناء صلواتهم متمنيين ألا تغلق الكنائس مرة أخرى وأن يشفى الله العالم. احنا نشكر ربنا إن هو رجع ورضي عننا وفتح لنا أبواب الكنيسة تاني، بس المفروض احنا نلتزم بكل الإجراءات الصحية ونخاف على بعضنا وما نستغناش عن الكمامة أبدا، وربنا يديم محبته علينا ويديم فتح كنيسته علينا. هو احنا مش فاهمين الموضوع ده هيستمر لغاية امتى، فاللي بيحافظ على انه ينفذ التعليمات الصحية والتباعد والكمامات وكده، مش بس بيحافظ على نفسه، بيحافظ على احبائه واللي حواليه. فهو لو هو اهمل هو هيضيع ناس كتير تاني بسبب اهماله يعني. هو احنا بنلتزم اولا بالكمامة في المقام الاول، وبعد كده التباعد الاجتماعي، وبنكون حريصين على بعض يعني. ضوابط مشددة تشهدها الكنائس أبرزها حظر التواجد في فناء الكنيسة بعد انتهاء الصلوات، ولا يسمح للمصلين بحضور القداسات سوى بالحجز المسبق. كامل يوسف، سي تي في.